بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أبدأ كلمتي أريد أسجل ملاحظتين حقيقة. الملاحظة الأولى، حي الناجيات وجودهم في هذا المؤتمر اليوم، وبالخصوص الناجيات التي زادت نجحا بشرح قضية العالم. وأنا دائما أسأل عن الناجيات الأخرى، اليوم أشوف ناجيات التركمان والشبك. أتمنى من الأخوات ناجيات من تركمان الشبك أن يقدموا قضيتهم على أعلى مستويات في العالم، ونحن كحكومة نتبنى مشروع دعم تعريف بمعاناة الناجيات، كان الشبك أو يزيدين أو أي طرف آخر. النقطة الثانية أثارها السيد عمار حكيم فيما يخص العقد الاجتماعي والانتخابات، والحمد لله والشكر اليوم إحنا قاعدين عندنا حامل دستور ويانا رئيس الجمهورية وهو رئيس المؤسسة التشريعية رئيس البرلمان، فأتمنى أن يساهموا بترسيخ مفهوم العقد الاجتماعي والتسريع بإرسال قانون الانتخابات لكي نبدأ بعملية الانتخابات المبكرة. بكل تأكيد الأخوات والأخوة الكرام، نتشرف اليوم في هذا الاجتماع المبارك بأن نكون في موقع إنصاف المرأة. المرأة أينما كانت ننحني لها إلى عطائها تفانيها، أما أختا صديقة ابنة زوجة، عاملة في كل مجالات الحياة، قامة بقامة مع الرجال، ومربية للأجيال، ومؤسسة للقيم الروحية والإنسانية العليا. نعم، هي حامل المثل الأخلاقيات العالية هذه للمرأة. عندما نقول العنف ضد المرأة، حقيقة نشعر بخجل كرجال وكمسؤولين أيضا. فمن الذي يعنف من كرمها الله في كتابه الكريم في القرآن الكريم؟ ومن يعنف من كرمتها الكتب السماوية؟ ومن يسمح لنفسه بأن يهين كرامة من كرمها التاريخ، تاريخ البشرية، واحترف بها كعمود الحياة ومصنعها وعنصر بناء فيها؟ ومع هذا لا يمكن أن ننكر أن حماية النساء المعنفات في العراق على كل مستويات مهمة غير مكتملة. ما زلنا بحاجة للمزيد والمزيد من الإنصاف قبل أن نقول أننا منحنا المرأة ما تستحقه في مجتمعاتنا. وحتى مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي قدمته حكومتي إلى البرلمان العراقي الموقر ما زال ينال الشد والجذب. لماذا يقف من يقف عائقا تحت أي مبرر أمام إنصاف المرأة ومنحها ما تستحق والتعاطي معها كنصف حقيقي في المجتمع وأكثر؟ المرأة نصف المجتمع في الخطابات الرنانة وليس في القوانين. المرأة نصف المجتمع في التصريحات الصحفية ولكن ليس في الممارسات الأخلاقية. المرأة نصف المجتمع في الشعر ولكنها ليس حتى في منزلها. ليس من باب التمييز بل كواقع حال، عندما نقول المرأة العراقية يجب أن لا ننسى أن المرأة العراقية صانت مجتمعنا، رعتنا في زمن الحروب الطاعنة المجنونة الملعونة، وصانت سقوف منازلنا في زمن الحصار، وصانت الوحدة الوطنية أمام انفلات الطائفية، وما زالت تدعم العراق وطنا بيتا أرضا تاريخا رغم كل التحديات. هذه هي المرأة العراقية. لا أشك لحظة أن نسب دعم الدولة ورفض العنف والدفاع عن وحدة العراق ورفض السلاح هي من صفات المرأة. أكرر، لا أشك لحظة أن نسب دعم المرأة للدولة ورفض العنف والدفاع عن وحدة العراق ورفض السلاح المنفلت تشمل غالبية العظمى من نساء العراق وأكثر بكثير من الرجال. لماذا؟ لأن المرأة تعرف جيداً
ماذا يعني بيت، لأن المرأة تعرف ماذا يعني الوطن. المرأة تعرف جيدا ماذا يعني العنف والانتقام والدم، فتحمي عائلتها وتتمنى أن تحمي كل أبناء المكان. المرأة لا تفرق، لا تقتل، لا تحارب عشائريا أو طائفيا أو عنصريا، قلبها تكوينها لا يسمح لها بذلك. الأمة أنثى، لأن الأنثى فقط بإمكانها أن تكون أما وأن تصنع أمة، ونحن ننتظر وننظر إلى العراق أمة تحمل كل مواصفات الأمومة، ومع كل التحديات ما زلنا نفتخر بمستوى وعي كبير لدى المرأة العراقية. نفتخر بأن بيننا وزيرات، نائبات، مسؤولات في الدولة العراقية، ونفتخر بأن تقدم كل ما تستحق من أجل خدمة الوطن عن طريق منح المرأة كامل حقوقها، وعلينا أن نعمل جميعا كمؤمنين بهذه الحقوق على دفعها، دعمها في كل مكان لتصبح جزء من الهوية العراقية. الحكومة داعمة لمساعي المرأة وستكون مع أي جهد في هذا الاتجاه، ونحن متواصلين على كل المستويات من أجل تحقيق هذا الهدف. كما ذكر السيد عمار حكيم عن المجلس الأعلى للمرأة، سنعمل على تنشيط هذا المجلس في أقرب وقت، وسيكون برئاسة السيد رئيس الوزراء، ويضم نخب نماذج مضيئة من النساء العراقيات يتصدى بدوره ومهامه في إنصاف المرأة. وفي هذا اليوم لا يسعني إلا أن أشكر القائمين على هذا المؤتمر، وخاصة بالذكر سماحة السيد عمار الحكيم، ويشد على يد الجميع من أجل تكون المرأة العراقية في المكانة التاريخية التي تستحقها. شكرا جزيلا.